بس لسه مكملين في أخبار الكان ومن الكاميرون. أصدر بول بيا رئيس دولة الكاميرون قرار رسمي امبارح السبت بتقليص عدد ساعات العمل في بلاده لتنتهي عند الساعة 2 ظهرا على كل قطاعات العمل، وده طبعا لتسهيل أمور عودة الموظفين مبكرا لبيوتهم حتى يستطيعوا الذهاب للملاعب وحضور مباريات البطولة. ولم يقتصر الأمر فقط على العمال والموظفين، فقد تقرر انتهاء اليوم الدراسي كمان في الكاميرون عند الساعة 1 ظهرا مع منح ميزة لطلاب الجامعات والمدارس بدخول المباريات مجانا. افتكر طبعا ان هو قرار هدفه زيادة الاهتمام بالبطولة اللي بدأت تاخد طابع الجدية جدا، واكيد الكاميرون الدولة المنظمة يهمها النجاح الكامل فيها، واحنا كمان بنتمنى النجاح للبطولة.